السلام عليكم، نتمنى تكونوا كاملين بخير على خير. الطبق ديال اليوم هو عبارة عن طنجية بالراس ديال الغنمي. اول حاجة غادي نحتاجو الراس ديال الغنمي اللي غيكون مغسول مزيان ونقي، الحامض مصير، هنا عندنا تقريبا شي جوج طروفة ديال الحامض مصير مع اللب ديالهم، ربع كاس ديال زيت الزيتون، هنا العبارة بكاس ديال العنبة. غادي نحتاجو الكاس ديال الماء، غدوبوا فيه الزعفران شعره الى عندكم، الا ما توفرتوش عليه ديروا الضويمه ديال الزعفران. غادي نحتاج معلقه كبيره قزبر يابس مطحون، معلقه كبيره عفوا ديال الكمون، معلقه متوسطه او لا ما بين معلقه صغيره عامره شويه ديال السمن، وثلاثه الفصوص كبار ديال الثوم. اول حاجه غادي نحطوا القطع ديال الراس ديالنا اللي ديجا كنا قسمناهم، غادي نديرهم في طنجره الضغط. هاد الوصفه تجي سهله ولذيذه بزاف، يعني تقدروا ديروها سواء هكا في الراس ديال الغنمي اولا في اللحم اولا في الدجاج، صدقوني راه تجي رائعه، وتقدروا ديروها حتى بالكويس ديال لاداند. هادوك الفخيدات اللي تيكونوا مقطعين الملوجه ديال لاداند، هادوك راه تجي بهم لذيذه بزاف، تبعوها بنفس الطريقه. هنا كيف ما شفتوا ما غاديش ندير الملحه، لان العناصر عندنا هنا كلها مالحين، عندنا السمن مالح وكذلك الحامض مصير حتى هو راه تيكون مالح. بعد ما حطيت القطع ديال الراس الغنمي زدت عليهم ربع كاس ديال زيت الزيتون، غادي نزيد باقي التوابل في مره، يعني كل شيء غادي نديرو في مره، قزبر يابس مع الكمون مع دروس ديال الثوم والسمن، هنا معلقه صغيره عامره ديال السمن، وهنا كتبقى على حسب الكميه، كل ما كثرت الكميه كل ما كنضعفوا المقادير. هنا عندنا اللب ديال ربع ليمونه مصيره، وعندي جوج طروفه ديال ليمونه مصيره، يعني نص ديال ليمونه مصيره اولا حامضه مصيره، المرقد اللي تنقولوا صافي. وغنزيد عليهم هذاك الكاس ديال الماء بالضويمه ديال الزعفران، هنا بالنسبه اللي ما تيتوفرش على زعفران شعره، ما تنزيدوش الماء نهائيا. تنسدو عليه الكوكوط، تنديرو على عافيه مهيله لمده ديال 45 دقيقه. هنا بطبيعه الحال تنحركها باش نخلي دوك العناصر تنسجم بعضياتها. هنا بالنسبه للطنجية فاش تطيب كتلقاو باقي هذاك المرق شويه ما اختارش، الا بغيتوه يختار راكم تتعرب عليه الغطاء ديال الطنجره وتتجهدوا عليه شويه البوطه وتتخليوه تيغلي على حسب درجه الختوريه ديالكم، غير هو ردوا معاه البال باش ما يتحرقش. راه تيجي فتي رائع كيف ما كتشوفوا هنايا، بعد ما وجد الطبق ديالنا تيجي فتي رائع بنين بزاف. هذاك المرق فيه داك لوغو ديال الراس مع ديال الحامض مصير مع يعني هذوك التوابل كلها تتجي مع بعضياتها، يعني واخا نوصف لكم حتى نعيا اللذه ديالو، حتى تجربوه وغتحكموا بنفسكم عليه. نتمنى ان الطبق ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم، فهي زعما وصفه سهله وسريعه بزاف، تقدر توجدوها في الغفلة الا جاو عندكم الناس، وتقدموا هكا مع سلطات خفاف تيجي رائع بزاف. نتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم، ما تنساونيش من التشجيعات ديالكم اللي كتفرحني بزاف، اللايكات وتبارطاجيو الفيديو مع العائله ديالكم. خليت لكم الراحه، بسلامه.